اسود انا بكرهها كتير. انا في حياتي بكره اللي في حياتي بخاف منه. ليه؟ اصلي هتعملي شو اللي بدك تعمليه؟ ما في مش شايفه شيء وما بدك تعمل شيء. طبعا طب كانت بتعمل حاجات غريبه هي؟ عملت اشياء عملت اشياء بعد ربي خليها لا لا خلص اول ما ظهرنا من البيت سحر ولا كان مش طار كنا جايبينها من السعوديه لقينا من السعوديه تعمل برده بس كانت مش طبيعيه مش طبيعيه تحطيها تطير تجري وتطلع داير وتنزل وما تضوء لو سبتيها ما بتعرفي هي وين يعني مره سبناها شوي التهينا عنها شوي ما عرفنا يوم كنت الجريه بتدخلت طلعت ما كانتش طبيعيه ما كانت طبيعيه محمد في خمسة اكل في اكل سوا من السفحفل مع جوز الهند مع جوز الهند يقبرني ربه الاحمر هيك بجزر مبروش بيحطوه بالنار بيعقدوه مع السكر والقطر بعدين بنشفوه يا ريت بيحطوا معه جوز هند وبيفتوه هيك بصير طابات انا بعرف بعرف طابات كيف طابات عرفت فيها تعمل حتى بتعرفي بتكون وين؟ بتكون بارده عند راسي وهيك ايه بارده يا شو اسمه طيب؟ ما شو اسمه منزل انا متذكره هيك شيء بس مش متذكره شو اسمه ايوه لا عم نشوف شو؟ No, not from here. From here, I'm serious. I'm totally serious. I'm talking لا, about. بس جسمي كله عم يعني. I'm not talking about this morning. ما في شيء صار لا. Inside. لازم أحكي. No, but are you upset? لا 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 حكيت خلصت ما أنا ما كنت حابب. No, but your name was mentioned on another side. أنا ما كنت أحكي ما كان بدي أحكي ما حبيت أحكي ما حبيت كون أنا اللي عم بحكي عرفتي. حبيت انه صارت المشكله معه انه خلص صارت باثنين نحن نضل عالي حتى لو في شيء نضل بس اضطريت اني احكي انه ما حدا Not talking about that. Your name was mentioned somewhere else. Like, is it true that they talked about you? I don't want to know. I don't. It's not my problem. Are you okay? Right, okay. If you're okay, then. اسمع تعملوا نياك شو نعمل؟ اثنين تاع الجزر شو معنا جزر؟ في عندنا حملوا لزاهر عليها الاكل زاهر زاهر يا زاهر في الاكله تبع اللي بنبرش فيها جوز الهند بنبرش فيها الجزر وبنعقده على النار مثل المربى بصير نحط له سكر وكذا بعدين بنحط له جوز هند وبصير بارد بنعمله طابات هيك او بنعمله مثل شو اسمها الاكله؟ اوتشنا بتنحط اللاجة بارده بتعمل بتاكلها يلا يلا بيساووها كمان بيساووها بالسفرجة Would you dance If I asked you to dance If I asked you to dance If I asked you to dance Would you run Would you run Would you run And never look back And never look back Would you cry Would you cry If you saw me cry If you saw me cry Would you sing Would you sing My song My song Tonight I could be your hero baby يا حبيبي على غنى اللي هي في طبقة هو في طبقة تانية محمد
ما عندناش تمرين للبرايم. مفروض عندنا بس يمكن يجي يمكن ما بعرف. أجيب الكوكي بتاعتي. أنت النهاردة أثبت أن أنا دلوقتي الحوال تبعهم هذا رابو كراس شو ماله؟ رب مشهد مطلوب تاكو؟ انت على الماء يا ها لا على حصة مشهد جمد. أعزائنا متابعين المطبخ اليوم ما في شوية مقادير، لذا نعتذر عن القيام بطبخ ما تعودنا على طبخه وأنتم معنا، ولكن تابعونا في الاسم سنايت ولكم اجمل تحيه من محدثكم الشيف الفنان عبد العزيز عبد الرحمن ورفيقي في المطبخ احمد باش ومساعدي الاول يحيى سويس. ايش قاعد تاكل؟ طبعا كما نحن نرى اليوم الغداء عباره عن مشروم باللحمه، المفروض لحمه بالمشروم، هذا مشروم باللحمه انه كله مشروم. اسمع و غرفة؟ يام. تعال نروح الغرفة تعال. أي غرفة شو نسوي؟ تبا. شو نسوي؟ نقعد نسولف. كلهم رايحين هنا. ها؟ طب اللي يبغى ياكل. روح. يلا. وأنا قاعد أكل من حالي هان؟ داخل تطبخ. وأنا أطبخ ما طبخت خلصت. بدي اكل. انا جاي لك وناويها بخبر. بدك تغنيها؟ جا؟ اجمل نساء الدنيا جوا عيونك انت. انت جوا عيوني. اجمل نساء الدنيا انت يا حبيبتي. خدني الغرام خدني الغرام خدني الحكاية. غلط غلط غلط. ليه؟ الغرام صح؟ ايه ليش؟ خدني الغرام. اسم ايه لانه الشوكولاتة بتنشف، كل شيء فيه سكر بنشف الخبز. والحل خلص ايه؟ الحل تحاول تجيب لك معلقة وتجيب معجون الخل. عند ايش؟ شنو نعمل هيك؟ عن جد؟ جيب لك معلقة واجغف الشوكولا وحطها بخبز عادي. وبلا بالمي. وبلا بال. خلص تاكل هيك يا معلم. لا لا يا اخي. روح.